الفل. التضحية، الإيثار، هذه الأوصاف من سمات المجتمعات المثالية في كل عصر. كل إنسان يتوق إلى العيش في مجتمع تسوده مثل هذه الفضائل. الفيلم الذي تتابعونه يعطينا صورا عن مجتمعات توافرت فيها هذه الخصال، إلا أن أبطال هذا الفيلم ليسوا بشرا. هذه صحارى أفريقيا، ظروف الحياة في هذه الأراضي القاحلة قاسية جدا. هذه الكائنات الصغيرة المعروفة بعصافير الدور تعيش في هذه البيئة القاسية. تتصف هذه العصافير بتكافل وتعاون خارق فيما بينها، إذ تتعاون معا في كل شيء، حتى في الاستحمام والتعرض لأشعة الشمس. وعند تجفيف العصافير لأرياشها نرى مظاهر التعاون بأوضح صورة، إذ تنظف ريش بعضها، وهذا عمل مهم جدا لأجل صحتها. إضافة إلى ذلك، فإنها تقوم برعاية بعضها دون تعب أو ملل، وتتقاسم الأعمال أيضا. فمثلا يقوم الفريق كله بمهمة البحث عن الطعام وجمعه، ثم يقسم الطعام المتجمع بالتساوي. قسمت مهمة الدفاع عن الفريق بالتساوي أيضا، يأخذ كل طائر دوره بالحراسة في أعلى الشجرة. وعند حلول موعد تبادل النوبة، يحضر الحارس الجديد لصديقه الذي ينتظره طعاما ويستلم النوبة منه. عملية الحراسة لها أهمية فائقة في الحفاظ على وجود هذا الكائن. تظهر حية شرسة، يصدر العصفور المناوب الإنذار فورا. يتجمع الفريق كله للدفاع. تقوم العصافير بمضايقة الأفعى من جهة وتضليلها من جهة أخرى. بينما تحاول العصافير الفتية إظهار جرأتها وقوتها في مواجهة الأفعى، محاولة كسب ثقة الفريق. تعود الحياة إلى طبيعتها بعد ابتعاد الخطر، ويعود الحارس إلى مكان نوبته، وبعودته تعود الصغار إلى اللعب فيما بينها. فمن الذي علم هذه الحيوانات وأرشدها إلى العيش بهذا الشكل؟
تتقاسم الطعام فيما بينها وتحرس بعضها بعضا. وتلقي بنفسها في الخطر من أجل الآخرين. إنها تظهر قدرا كبيرا من الإيثار والشجاعة والتضحية. لا شك أن الذي ألهمها ذلك هو الله سبحانه وتعالى الذي خلقها من العدم. وهذه الحقيقة قررها القرآن الكريم. عواطف التضامن والتضحية بين العصافير قوية جدا، فالتضامن والتضحية التي تظهرها طيور الدج فيما بينها مظهر من مظاهر الإعجاز في الخلق. إذ تعيش هذه الطيور على شكل فريق من 30 إلى 40 فردا، تربى الصغار معا باهتمام، ويظهر التضامن في الفريق بوضوح عندما تواجه الصغار المخاطر. ها هنا غراب فتي يستهدف الصغار، يشعر به احد حراس الفريق ينبه الاخرين. يستنفر الفريق ويتأهب للدفاع. يصدر بعضها صرخات مهددة غاضبة. ثم يهجم الفريق عليه بشكل جماعي. يندهش الغراب من هذا الهجوم فينسحب فورا. إلا أن المدافعين يهاجمونه بقوة ويسقطونه أرضا. ينجو الغراب بصعوبة. التضامن والتعاون أنقذا الصغار من الخطر المحقق. خصائص الفيلة التي هي أكبر الكائنات البرية الولاء والوفاء لبعضها. إنك لا ترى هذا بين أفراد العائلة فحسب، بل تلحظه في القطيع كله. هذا يوم من أيام الصيف الحار في سهول إفريقيا. تتجول الفيلة باستمرار لإيجاد الماء والطعام لها. هذه البحيرة على وشك الجفاف، مع أنها مصدر الماء الوحيد لحيوانات كثيرة كالفيلة والثور البري والجواميس. وضع هذا الفيل الصغير ذي الخرطوم القصير صعب جدا،
إذ هو مضطر إلى الانحناء الشديد كي يصل إلى الماء. يصطدم به فيل كبير دون أن ينتبه. يقع الصغير في بركة الماء. إن الأمر سيء، إذ لو لم ينقذ الصغير بسرعة سينغرز في الطين ثم يموت فيه. ليس هناك وقت ليضيع. تجثو الفيلة الأم على ركبتيها وتنحني نحو الحفرة. تضع خرطومها تحت صغيرها وتحاول رفعه نحو الأعلى. تساندها في هذه المهمة الفيلة الأخرى وتبدأ عملية الإنقاذ. البحيرة عميقة، لذلك تسعى بعض الفيلة لإنشاء تلة فيها للوصول من خلالها إلى الصغير. أما الفيلة الأخرى فتبعد الجواميس عن المكان، إذ لو اقترب قطيع الجواميس من المنطقة لشرب الماء من البحيرة التي وقع فيها الصغير، مما يؤدي إلى فشل عملية الإنقاذ. في النهاية العمل الجماعي يؤتي ثماره وينجو الصغير. مظاهر الرحمة تتجلى هنا، إذ تسارع الفيلة إلى تهدئة روع الصغير بشمه بخراطيمها. التعاون والوفاء ينقذان حياة الفيل الصغير. هذه المظاهر من حياة الكائنات تسوق العاقل إلى الإقرار بعظمة خلقه سبحانه وتعالى. وإن لكم في الأنعام لعبرة. أترون هذه البروج الترابية؟ إنها ممالك النمل الأبيض. يعيش هذا النمل في مستعمرات كبيرة يقدر عددها بالملايين. يعمل النمل الأبيض فيها ضمن تناسب وتناسق يجعل المستعمرة كجسم واحد. هذه العاملات إنها عمياء وصماء، ها هي توسع جدران مملكتها بخلط قطع التراب بطين خاص. هذا النوع من النمل فيه أصناف عديدة. وهب الله لكل منها بنية مختلفة تبعا للمهمة التي أنيطت بها. تخلق العاملات مجهزة بالأدوات اللازمة لأجل البقاء. والحراس مجهزون بالأسلحة الثقيلة كما ترون. يزرع النمل الفطر في مخازن ضمن هذه الأبراج. ينتج عن هذا العمل مخلفات من غاز الكربون. إذا لم يتم التخلص من هذا الغاز في المبنى، فإن المملكة ستموت اختناقا. إلا أنه بفضل التقنية الإنشاءات التي ألهمها الله تعالى للنمل الأبيض، فإن شيئا من هذا لن يحصل. البرج العالي الذي يشبه مكان تصاعد الدخان يقوم بسحب الهواء الفاسد إلى الأعلى، ويقوم بوظيفة الرئة للمستعمرة. إن كل منشأة من هذه المنشآت مصممة بهندسة معمارية خارقة.
لنرجع برهة إلى الوراء ولنفكر في جميع ما شرحناه. ترى من الذي علم هذه الحشرات الصغيرة العمياء الصماء هذا الفن من الإنشاء؟ من أين تعرف مهمتها الواجبة عليها من بين ملايين النمل؟ إن ما ترونه على الشاشة مخطط بناء يوجد على هذا المخطط التفاصيل الواجب القيام بها من أجل إنشاء البناء. لقد اتضحت ماهية العمل أو من سينشئه ومتى وكيف. لقد خطط ذلك مهندس ذو علم ومعرفة، قام بحساب ذلك البناء كله. لنفكر هنا بشكل دقيق ولنعد إلى النمل. ترى كيف توصلت هذه النمل إلى هذا الإنشاء ضمن هذه الخطة وليس بين يديها مخطط ولا تأخذ أي تعليمات ولا توجه من قبل موجه؟ تعمل الآلاف منها في الوقت نفسه لإنشاء هذه الأبنية التي تدهش العقل. لنتصور وجود أناس ليس لهم أعين ولا آذان، ولنفترض عدم أخذهم أي علم في أي مجال، ثم ليبدأ الآلاف منهم بإقامة إنشاءات دون أن يعرف كل واحد منهم ما يجب عليه فعله. إن ظهور بناء منظم بديع يؤكد لنا وجود قوة وقدرة تراقب جميع هؤلاء الناس بشكل معجز. تتحرك حشرات عمياء وصماء كالجسد الواحد، وفي النتيجة فإن قيامها بإنشاءات مكتملة التصميم والوظائف يبين لنا حقيقة واضحة هي عظمة خلق الله تعالى. وهذه هي الحال مع النمل، ألهمها هذه الأعمال كلها التي قامت بها. يقول الله تعالى: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. الحيوانات الأليفة هذه المسمات الميرغات تعيش بشكل جماعي. هناك تضامن وتضحية خارقة فيما بينها، وهذا أمر هام جدا في حياتها، لأن المنطقة التي تعيش فيها خطيرة جدا، وأكثر هذه الأخطار يأتي من الجو. تنتشر هذه الحيوانات في الأراضي المحيطة لإيجاد الطعام بعد مراقبة أمينة.
كل فرد في هذه الجماعة مهمة. تتناوب الأفراد الحراسة، فبعضها يحرس بين الشجيرات لرصد الخطر القادم من خلفها، وبعضها في قمم الأشجار، وتقف الواحدة منها لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة دون أكل أو شرب. يشعر النسر بوجودها، يطلق الحارس إشارات الإنذار التي تنبه الآخرين، تضحية بعض الأفراد تنجي المجموعة كلها. المسؤولية الكبرى للفريق تربية الصغار وحمايتها. يتناوب الأفراد فيما بينهم يوميا لرعاية الصغار، فيبقى أحدهم معها في العش، وهذه النوبة تكون بالدور كالحراسة آنفا. لا يتردد المسؤول عن الرعاية بالتضحية بنفسه من أجل الصغار. ها هنا مثال. لقد ابتعدت الميرغات عن العش لإيجاد طعام لها في هذا اليوم الصائف. عند عودتها واجهت وضعا خطيرا. لقد تربص ابن آوى بها في مدخل العش الذي يوجد فيه الصغار. تقترب إحدى الميرغات من العش لإنقاذ الصغار. هدفها منع ابن آوى من الوصول إلى الصغار في العش. خيم الظلام وما تزال الميرغات تدافع عن العش بوضع نفسها كدرع أمام الخطر. عندما انجلى الظلام ظهرت آثار المعركة التي نشبت في ظلمة الليل. لقد أبعد ابن آوى وأنقذ الصغار. لقد ضحى فرد فتي من الميرغات بنفسه وجرح جروحا بالغة. تسارع الأم بالاقتراب من هذا الجريح. الحالة سيئة للغاية. لابد لهذه الحيوانات من الخروج لأجل الطعام، ولكن الفدائي قد أثقلته الجراح، فهو يمشي بصعوبة بالغة. عندما نفدت طاقته استلقى في الحفرة. لكن الأم لا تترك صغيرها الفدائي وحده. بل تظهر وفاء مثاليا. فلا تغادر المكان حتى يغادر صغيرها الحياة. إن هذه التصرفات المحيرة تجعل الإنسان يسجد لمن ألهمها ذلك.
شاطئ نهر النيل. هذا الشاطئ خطير إلى أقصى حد، وكون الواحد له صغار يرعاها فإن هذا يعني أن عليه أن يتوقع جملة من الأخطار. الطائر الذي نتابعه الآن مضطر لبناء عشه في شواطئ مليئة بالتماسيح. يتهرب هذا الطائر منها بحركات خفيفة. يختار هذا الطائر المنطقة التي تضع فيها إناث التماسيح بيوضها لبناء عشها هنا، لأن إناث التماسيح في ذلك الوقت تكون هادئة وأليفة فلا تشكل خطرا على الصغار. تفقس البيوض وتظهر الفراخ، إلا أن الفراخ مهددة بالخطر. تظهر سحلية في الساحة، يقف الأبوان كدرعين لحماية صغارهما، وعلى الرغم من قدرة السحلية على قتل العصفور إلا أنها لا تفعل ذلك، لأن العصفور الذي وضع نصب عينيه التضحية من أجل الصغار يظهر ثباتا وشجاعة نادرتين تنسحب أمامهما السحلية. لكن عند اقتراب تمساح ذكر جائع إلى عش الطائر فإن الأمر يختلف تماما. تتجمد الفراخ مكانها بينما تبدأ الأم بالتمثيل على التمساح، تتظاهر كأنها طائر مجروح فتفتح جناحها وتضربه على الأرض داعية التمساح إلى الهجوم عليها. وبذلك ستبعد الخطر عن عشها. تنجح اللعبة ويتبع التمساح الطائر الذي يمثل دور الجريح فيبتعد عن العش. تشد سحلية انتباه التمساح فيتبعها ويبتعد الخطر عنه تماما. بهذه العاطفة التي أودعها الله في قلب هذا الطائر الصغير يحمي نوعه من الانقراض. ترعى الصغار الموجودة في قطيع الجاموس من قبل الأب والأم فحسب، بل من قبل أفراد القطيع كله، فسرعان ما تكون درعا لحمايته من جميع الأخطار حتى تجاه الأسود. فعندما تظهر الأسود في الساحة ينتاب القطيع حالة من الفزع. تشكل الجواميس حلقة حول الصغار لحمايتها، تضع أجسامها حاجزا بين الأسود والصغار. هناك صغيران فقط في هذا القطيع، إلا أنه لحمايتها يلقي الجميع أنفسهم أمام الخطر وليس الأب والأم وحدهما. يمكن لهذه الجواميس أن تنجو بنفسها، إلا أن الله أودع فيها ميزة التضحية. هذه الميزة التي تجعلها تلقي بنفسها في الخطر من أجل الصغار، فالأسود لا تستهدف الجواميس البالغة ذات القرون الكبيرة بل تستهدف الصغار. في هذا الوضع كما ادعت نظرية التطور ستفنى الضعيفة وتبقى القوية الأنانية على أقدامها، إلا أنه لا يحصل شيئا كهذا. لا تتخلى الجواميس عن الصغار الضعيفة،
ولا يقتصر هذا الدفاع على الصغار، بل تهتم الجواميس بالهرم منها أيضا. المشاهد التي سنتابعها التقطها سائح بكاميرته الخاصة في سهول كينيا. أوقعت مجموعة أسود هذا الجاموس الهرم في كمين، الموت واقع له لا محالة. إلا أن مفاجأة تقع، صراخ الجاموس الهرمي يسمع من قبل قطيع الجواميس الموجود بعيدا عنه، فيحضر إلى المكان مباشرة. تهاجم الجواميس الفتية الأسود وتنقذ الجاموس الهرم. تجتمع الجواميس حول الجاموس المجروح وتعمل على إنهاضه. تمضي دقائق، ترى الجواميس ألا أمل في حياته. فتنسحب تاركة الأسود مرابطة في المكان. يصرخ الجاموس الهرم مرة أخرى وكأنه ينادي بهم ويقول: لا تتركوني. فيرجع القطيع مباشرة ويطرد الأسود المقتربة مرة أخرى. يقف الجاموس الهرم بجهد أخيرا لينضم إلى قطيع الإنقاذ ويختفي عن الأنظار. هذه صغار ببغاوات أسترالية أتت هذه الصغار إلى الدنيا بفاصل 5 أيام فيما بينها، لهذا يظهر بينها فارق الكبر، إذ نرى الفرق واضحا بين أول فرخ خرج من البيضة وآخر فرخ. إلا أن الأم عادلة بينها إلى أقصى الحدود، فهي تعطي كل صغير من الغذاء حسب حاجته. بعد 10 أيام يظهر الفرق واضحا بينها، لكن أكبر فرخ يظهر إيثارا عجيبا، إذ يتقاسم طعامه مع أصغر وأضعف أخ له ويغذيه من فمه. ترى ما الذي يدفع هذا الفرخ إلى فعل ذلك؟ ولماذا يعطي طعامه لأخيه الصغير؟ لا يستطيع المدافعون عن نظرية التطور الجواب عن هذا السؤال أبدا، لأن هذه النظرية تستند إلى فرضية النزعة الأنانية عند كل مخلوق، فهو يسعى إلى بقائه ولو على حساب الآخرين. لكن ما نراه في عالم الكائنات يرد عليهم ويقيم عليهم البينة والحجة، إذ بفضل عاطفة التضحية والإيثار التي ألهمها الله لهذه الببغاوات
تنمو الفراخ جميعها بشكل سليم، الضعيف منها والقوي. منقار نقار الخشب متين جدا، يثقب بمنقاره الشجرة أولا، ثم يملأ هذا الثقب بالبلوط لإخراجه في الشتاء. على هذه الشجرة التي تشاهدونها قد خزن ما يقارب 60,000 ثمرة بلوط من قبل نقار الخشب. إنجاز 60,000 ثقب في جذع الشجرة عمل في غاية الصعوبة، لكن النقار ينجز هذا العمل الصعب بصبر وجلد، ثم يدخر في الثقب الذي فتحه ثمرة البلوط. إن غايته من ذلك إشباع عائلته عند حلول الشتاء القارس. تقوم عائلة النقار بالتجهيز لتلك الأيام بإظهار تضامن وتكافل رائعين. إن ما تدعيه نظرية داروين من أن الكائنات أنانية وأنها تعيش في حالة صراع من أجل البقاء، تضرب به عرض الحائط تصرفات الكائنات الحية التي نراها حولنا. فمثلا طائر كهذا يظهر سلوكا راقيا في التعامل مع الأنثى، إذ يعطيها هدية صغيرة، فاكهة مثلا. والطيور بشكل عام تظهر تصرفات لطيفة مع إناثها، فطائر اللجوان الذي يعيش في غابات الأمازون يتصرف بشكل نفسه، الحسون يفعل الشيء ذاته. الطيور البحرية تحب السمك طبعا، لهذا فأفضل هدية عندها السمك اللذيذ. الجريبس كذلك يعجبه السمك، إلا أن الهدية بالنسبة لطائر جريبس هي بداية التعارف، ثم يتراقصان معا ليبدوان أنهما زوجان مناسبان. في بداية الرقص يقلد كل منهما حركة الآخر، ثم ينتقلان إلى حركات مذهلة. هذا الرقص علامة على تكون عائلة جديدة.
بعد انتهاء الرقص يتبادلان الهدايا مرة ثانية. الحال نفسه في طائر النورس، إذ بعد أن يقدم كل منهما هديته يقيمان مسكنهما ويبدأان برعاية بعضهما باهتمام. الباتروس يتصرف بشكل نفسه، المناقير الكبيرة هذه خطيرة بالنسبة للآخرين، لكنها رقيقة وحنونة مع بعضها. يقف دعاة الداروينية حائرين أمام هذه المظاهر. بينما يقرر الله سبحانه وتعالى أنه هو واهب الكائنات هذه الميزات بقوله: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون.